انطلاق تاع الطبعة 13 لماراثون دولي مدغشا، العدد الإجمالي تاع العدائين فات 1000 عداء وعداءة، وين الوصول عندنا على 3 مراحل. عندنا الوصول الأول على مستوى بلدية فيزديس، الثاني على مستوى بلدية معذر، والثالث اللي هو ب 42 كيلومتر ونصف على مستوى إمدغاس إن شاء الله. عداء من ولاية قسنطينة، جيت نشارك في الطبعة 13 لولاية باتنا، وهذه المشاركة تاعي الثامنة. بطل جزائر في الماراثون، راني نمثل الفريق تاعي اولمبيك رويبامه، نمثل الولايه تاعي، نمثل فريق سبور كورتوس مراد. الحمد لله هذه المشاركه تاعي الرابعه، شاركت 2020 تحصلنا على مرتبه اولى حسب الفريق بطل جزائر في الماراثون. هذه المشاركه تاعي مش الاولى، شاركت في الماراثون الجاي العام اللي فات تاع بلعباس، وان شاء الله تكون نتيجه قادمه الافضل ان شاء الله.